بدنا نتحدث عن الكارديو فاسكولار سيستم. والكارديو فاسكولار سيستم يعني هو الجهاز الدوراني. والجهاز الدوراني هو عبارة عن closed system consists of two main components. The first one is the heart. محاضرة اليوم وممكن المحاضرات القادمة راح تكون عن الهارت. والأذر كومبوننت هو عبارة عن البلود فيزلز، وبرضه راح يكون في عندي هناك مجموعة من المحاضرات تحكي عن البلود فيزلز. فإذا بعد ما ننهي الهارت وننهي محاضرات البلود فيزلز، إحنا بهذه الحالة غطينا ما يسمى الكارديو فاسكولار سيستم. في بعض الناس بحكي لك كمان البلد هو جزء من الكارديو فاسكولار سيستم، احنا لا، احنا بنحكي انه في عندي تو مين كومبوننتس اللي هم الهارت والبلد فيزلز. ممكن ترجع لبعض الكتب تحكي لك انه البلد مش شيء عظيم، يعني بدك تحط البلد انذر كومبوننت من الكارديو فاسكولار سيستم، ما بدك تحطه، ذس از يعني بيلونج تو يو. ولكن انا زي ما انتم شايفين بهذا السلايد تو كومبوننتس، الهارت والبلد فيزلز. ما هي وظيفة الهارت؟ وما هي وظيفة البلود فيزلز؟ وظيفة الهارت، الهارت act as a pump. زي ما انتم شايفين هنا الهارت بيعمل ejection للبلود. هاي وظيفته، عبارة عن مضخة تستقبل الدم وبتضخ الدم فقط. هذه وظيفة الهارت. هل له وظائف أخرى غير أنه بيشتغل كمضخة؟ هذا إيش ممكن يبين معانا لاحقا. يعني في عندي هناك بعض الخلايا الموجودة في القلب قد تعمل كغدد صماء، تعمل على إفراز هرمون الـ AMP Atrial Natriuretic Peptide. هذه إذا ممكن تحكي عدد من وظائف القلب بيشتغل as endocrine system، له دور. بس أنا الآن مش بهذا الصدد. يعني الآن نفهم إنه الهارت الوظيفة الرئيسية له هي عبارة عن blood ejection pumping للبلد. أيضا الفيزلز، ورح نتعرف على الفيزلز، في عندي different types of vessels. في عندي الارتريز وهي أنواع رح نتعرف عليها، في عندي veins وفي عندي الكابيلاريز ورح نتعرف عليهم في يعني المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. الـ هذه الفيزلز وظيفتها اللي هي allow blood circulation. So these vessels circulate the blood. فعلى سبيل المثال الـ arteries allow the blood to circulate away from the heart, while the veins allow the blood to circulate to the heart. ولكن البلد بالحالتين مختلف. في حالة الارتريز the blood is fully oxygenated، والveins the blood فيها deoxygenated. لو بنحكي deoxygenated means منزوع الأكسجين، ولكن لا يعني إنه نسب الأكسجين زيرو. الدم الذي يعود إلى القلب من الأنسجة الذي يحمل عن طريق الفينز، الهيموغلوبين على سبيل المثال almost still fully saturated with oxygen. وبالتالي نحكي deoxygenated هو نسبة الأكسجين في مقارنة في الأرتريز هي أقل، ولكن لا يعني انه صفر نسبة الاكسجين فيه. اوكي. والكابيلاريز هي عبارة عن مكان البلد اكسشينج، يصير في عندي هناك اكسشينج ما بين الكابيلاريز وما بين التيشوز. وليش الكابيلاريز صار فيها اكسشينج مثلا مش في الفينز مش في الارتريز؟ باعتقاد بتعرفوا انتم هذا الشيء، بس على كل حال هذا الشيء برضه راح يغطى في المحاضرات القادمة، مش مكانه الآن. أوكي، هذا السلايد نمبر 1. هون بنحكي الآن عن الهارت chambers and valves.
اولا بهمني تعرف انه الهارت هو عبارة عن two pumps. The first pump هي عبارة عن the right pump, والsecond pump هي عبارة عن the left. في عندي the right pump, هذه هي عبارة عن the right pump, بأشر عليها, وهي عبارة عن the left. And these two pumps are separated from each other بهذا النسيج. Okay. بهذا النسيج اللي هو عبارة عن septum. هذا عبارة عن septum بفصل هذول المضختين. أحياناً بيكون في عندك أمراض, بيكون في عندك opening ما بين ال ventricles. هذا إشي بعدين متعرف عليه. بيكون في عندك ثقوب هون موجود. أحياناً بيكون الثقوب مشفق بين هذه الحجرات. بين هذه الحجرات الموجودة في أعلى القلب. أوكي. يعني على سبيل المثال هاي عبارة عن فتحة كانت فستة أو فالز, ولكن بتسكر بعد ما يولد الطفل. أحيانا ما بتسكر, بظل في عندي هناك يعني opening between هذه الحجرات. وبالتالي هو عبارة عن مضختين, المضخة اليمنى والمضخة اليسرى. المضخة اليمنى طبعا تتكون من two chambers, والمضخة اليسرى أيضا تتكون من two chambers. اليمنى من حجرتين atrium وventricle. The same, the left pump consists of two chambers, أيضا الatrium والventricle. الاتريوم والفنتريكل. حتى نميزهم, هاي بنسميها رايت اتريوم, الاذين الايمن, والرايت فنتريكل, البطين الايمن. نفس العمليه هون, في عندي ليفت اتريوم وليفت ventricle. الاتريا والventricles بيناتهم valves. بيناتهم valves, وهذه الvalves وظيفتها أنها تتحكم بمسار الدم. They allow the blood to move only in one direction. From atrium to ventricle, but not in the opposite direction. If the blood start moving in the opposite direction from ventricles to atria, this means there is some problem in these valves. وهذه برضو راح تعرف عليها ب يعني مستويات ثانية. واضح؟ فبهمني هون تعرف إنه الفالز وظيفتها they allow the blood to move just in one direction from atria to ventricles and not in the opposite direction. هذه الفالز الموجودة بين الاتريا والventricles, هاي شايفينها, هذا مقطع عرضي زي ما انتم شايفين في الهارت. هذه بنسميها atrioventricular valves, بسموها AV valves. A stands for atrio والV للventricular, يعني atrioventricular valves, الصمامات الأذينية البطينية. وهذه زي ما حكينا prevent الباك فلو of blood from the ventricles to the atria. They just allow the blood to pass from atria to ventricles زي ما حكينا. واضح؟ هذه الـ AV valves الموجود
ما بين البطين الأيمن والأذين الأيمن، بنسميها tricuspid valve، ثلاثي الشرفات. While the AV valve which located between the left atrium and left ventricle بنسميه the bicuspid valve أو الميترال فالف بالمناسبة، أو الميترال الاسم الثاني الميترال فالف، هو نفسه الميترال ممكن تروح لكتب ثانية مكتوب ميترال، هو نفسه البايكاسبيد ثنائي الشرفات. عندي البايكاسبيد فالف وفي عندي الترايكاسبيد فالف. بهمني تعرف إن هاي من أنواع الأيفي فالف وشو وظيفتها، والتراي وين موجود والباي وين موجود. أوكي. أيضا في عندي هناك صمامات موجودة ما بين البطينين فيزلز، لأنه الدم الموجود في البطينين بده يطلع من القلب كل مضخة، هو أجا دم والآن بده يضخ الدم، بده يضخ الدم عبر الفيزلز، فالدم الموجود في القلب يتم ضخه عبر فيزلز، وهي يعني مين فيزلز، الرايت فينتريكل بيضخ الدم، وهذا الدم هو فينوس بلود، فينوس بلود لانه مصدره الفينز، يعني هذا الدم قادم من التيشوز فهو دي اوكسجينيتد. فإذا الدم الموجود في الرايت فينتريكل is deoxygenated ويتم ضخه عبر البلمونري آرتري، البلمونري آرتري، فهذا هو عبارة عن البلمونري آرتري، بأشر عليه، وهو عبارة عن الآرتري الوحيد في الجسم الذي يحمل دم غير مؤكسد deoxygenated. All arteries in our body carry oxygenated blood while the pulmonary artery is the only artery in our body that carry or carries deoxygenated blood. While the blood in left ventricle is oxygenated blood, because this blood, the source of this blood is the lungs, لأنه قادم من ال من ال من الرئة، بتلاقيه غني بالأكسجين، oxygenated blood، ويتم ضخه عبر شريان رئيسي هيو، بأشر عليه وهو عبارة عن الأورطة. الشريان الأورطي أو الأبهري الأورطي أورطة. أوكي. إذن في عندي هناك صمامات موجودة ما بين الفنتريكلز وما بين هذه الفيزلز. مرة ثانية these valves they regulate blood circulation, they allow the blood to circulate in one direction from ventricles to vessels and not in the opposite direction. If there was a blood flow from vessels to ventricles, again, this means that these valves are not working efficiently. There are some problems in these valves. فيهم stenosis، فيهم insufficiency إلى آخره، فيهم leakage، هذه الأمور ما بتهمني الآن، ما بتهمني. أوكي. هذه الـ valves بيسموها semi-lunar valves،
سيمي لونر فالز حكينا الموجودة بين الاتريا والفنتريكلز A V فالز وهي نوعين تريكاسبيد والبايكاسبيد أيضا in general we the name of the valves that are located between the ventricles will vessels اسمها semilunar valves اللي هي الصمامات الشبه هلالية وهي أيضا نوعين الموجودة بين the right ventricle وال pulmonary artery بنسميها pulmonary semilunar valve while the one that is located between left ventricle and aorta بنسميه aortic semilunar valve semilunar valve وبالتالي إذن هذه هي مكونات أو chambers of the heart while heart valves okay it's also very important to know that heart consists of two pumps the right one and the left one the right one eject deoxygenated blood to the lungs while a left pump eject oxygenated blood to all body tissues. Okay. مرة ثانية هون يعني إذا بدي أجي نحكي عن الفالز بشكل يعني أوسع شوي. في عندي atrio ventricular valves. حكينا هون مثلا حاطين مثال على البايكاسبيد. في عندي تريكاسبيد. ما يحدث في البايكاسبيد يحدث مثله تماما في البايكاسبيد. سميلتين يصلي. فهون حاطين المثال على البايكاسبيد. فالبايكاسبيد valve هون open بهذه الحالة. وبهذه الحالة البايكاسبيد closed وبالتالي لما يكون open it allow the blood to move from atria into ventricles ولكن لما يسكر it prevents the movement of blood from ventricle back to the atria أي الدم ما بيقدر يرجع إلى الاتريوم ولو رجع مش مشكلة وبالتالي ما في عندي هناك يعني efficient action للبلد اوكي ال AV valves open متى إذا كان ال pressure في الاتريوم أو في الاتريا أعلى منه في الventricle The blood in atria becomes higher than that in the ventricles when ventricles are relaxed. إذا كان البطين في حالة استرخاء بيكون الضغط في الاتريا أعلى منه في الventricle. بالتالي الصمامات اللي هي الـ AV valves تكون open وبالتالي الدم بتحرك من الاتريا إلى الفنتريكل ولكن لما يصير في عندي هناك ventricular contraction when ventricles are contracted their pressure becomes higher than that of atria وبالتالي الصمام بيسكر It is very important to know when these atria بتكون في حالة opening ومتى بتكون في حالة يعني closed. نفس الإشي ينطبق على semilunar valves. Semilunar valves اللي هي الصمامات الموجودة بين الventricles والvessels
بتكون open خلال ال ventricular contraction، لأن الضغط في ال ventricles راح يكون أعلى من الضغط في ال vessels، فبتكون في حالة ال open، وبالتالي بصير عندي blood ejection. لما يصير في عندي ventricular relaxation بيكون الضغط في بتسكر هذه الصمامات، ما بيرجع الدم. هذا الإشي راح يتضح معي أكثر لما نتحدث عن الكارديك سايكل. عندما نتحدث عن الكارديك سايكل راح نشوف الشينجز في البلد فوليومز أو في الهارت فوليومز وبالهارت بريشرز، طبعا بالآتريا وبالفنتريكلز، إضافة إلى التغيير بضغط وحجم الدم في الفيزلز. هذا كله راح يبين معي لما نتحدث عن الكارديك سايكل. ولكن هون بهمني تعرف إنه متى بتكون هذه الصمامات open، متى بتكون closed. واضح؟ إذن السيمي لونر فالز، هذه عبارة عن السيمي لونر فالز. في عندي البلمونري سيمي لونر فالز وفي عندي الأورتك سيمي لونر فالز، نفس الإشي. هذه السيمي لونر فالز open with ventricular contraction ولكن closes with ventricular relaxation، زي ما حكينا ما في اي اختلاف. الان نتحدث عن التو circuits. الكارديوفاسكولار سيستم can be divided into two circuits. We have البلمونري سيركت والسيستميك سيركت. البلمونري سيركت هي عبارة عن السيركت اللي خلالها البلد is carried to the lung and also the blood is carried from the lung back into the heart. وبالتالي خلال البلمونري سيركت the blood is carried to and from the lungs. وبالتالي إذن هذه السيركت بنسميها البلمونري سيركت. While the systemic circuit هي عبارة عن السيركت during which the blood is أو the blood that is coming from the lung is ejected إلى التشوز وأيضا يعود من التشوز مرة ثانية إلى الهارت. البلمونري سيركت هي عبارة عن البلمونري سيركت، حكينا هي عبارة عن السيركت اللي خلالها البلد is carried to the lungs and also the blood is carried from the lung back to the heart. فهون هذا هو عبارة عن الجزء الأيمن من القلب، فحكينا بصير في عندي blood ejection to the lungs، فبروح الدم إلى اللنجز. هذا هون عبارة عن الـ right atrium. This is right ventricle. هذا الصمام هو الـ tricuspid. بعدين هذا الـ ventricle وهذا عبارة عن الـ pulmonary artery. حكينا هو عبارة عن الارتري الوحيد في الجسم اللي بيحمل deoxygenated blood، وهذا هو عبارة عن الصمام اللي اسمه الفالف هذا سيمي لونر. بس كون مور سبيسيفيك pulmonary سيمي لونر. احسنت، هو pulmonary لانه هو الموجود ما بين الرايت فنتريكل والبلمونري ارتري، فبالتالي هو سيمي لونر صحيح. ولكن حتى اكون مور سبيسيفيك هو عباره عن البلمونري سيمي لونر فالف، وهذا الدم حكينا دي اوكسجينيتد لانه مصدره انسجه الجسم، بالتالي الدم هذا يضخ عبر البلمونري ارتري الى اللنجز زي ما انتم شايفين. وبالتالي اذا البلمونري سيركت هي عبارة عن السيركت اللي خلالها البلد is carried to the lungs، فالتالي راح لللنجز.
ومش بس إنه to the lungs أيضا the blood is يعني after oxygenation is coming back from the lung أو from the lungs to the heart. هذا الدم أجع اللungs هي deoxygenated باللون الأزرق صار له oxygenation صار لونه أحمر زي ما أنتم شايفين الألوان هذه تعطي indication هل هو oxygenated ولا deoxygenated فكل ما كان اللون بلو معناته deoxygenated بميزوهم بهذا الشكل فبالتالي هي رجع الدم طبعا عن طريق الفين وهذه دائما وأبدا أي vessels يعيد الدم إلى القلب بنسميه veins any vessels that returns the blood بغض النظر شنو على blood oxygenated deoxygenated ما بهمني any vessels that return the blood to the heart toward the heart بنسميه veins while any vessels that carry the blood away from the heart بنسميه arteries بغض النظر هل هو الدم oxygenated ما بهمنيش وبالتالي هذه الفينز التي تعيد الدم المؤكسد هو ليس مؤكسد خلينا نكون more specific الoxygenated هو ليس لا يعني انه مؤكسد من تأكسد واختزال لا هو محمل بالاكسجين الاكسجينيه لانه صار في عندي هون oxygenation فهذا يسمى يعني highly يعني الاكسجين content is very high بهذا الفيزلز وهذه الفيزلز هي عبارة عن veins وهي عبارة عن pulmonary veins pulmonary veins عددتهم أربعة طبعا are the only veins in the body that carry oxygenated blood opposite to the pulmonary artery. حكينا it is the only أو pulmonary arteries are the only vessels in our body that carry deoxygenated blood. بينما any other arteries they should carry oxygenated. Any other veins other than the pulmonary veins they should carry deoxygenated blood. هون هم الاستثنائين الوحيدين اللي هم pulmonary arteries والpulmonary veins. فهذه السايكل أو السيركت كلاهما صحيح سيركت أو سايكل التي تعمل على نقل الدم من القلب إلى اللانجز وعودته من اللانجز back to the heart هي عبارة عن البلمونري سيركت فالدم انتقل من المضخة اليمنى للقلب to the lungs and from lungs the blood returned to the left side of the heart عن طريق البلمونري veins فهذا الدم العائد هو طلع من المضخة اليمنى ولكنه رجع للمضخة اليسرى ولكن رجع بحلة جديدة طلع deoxygenated blood رجع fully oxygenated blood طلع من right pump returns back into left pump this circuit بنسميها pulmonary circuit while systemic circuit خلالها the blood moves to and from the rest of the body. بداية الدم الموجود في اللفت pump هيو هذا عبارة عن اللفت atrium هذا عبارة عن اللفت ventricle هذا عبارة عن الصمام الـ AV valves اللي سميناه البايكاسبيد أو المايترال valves وهذا الدم بعد ذلك
طبعا مش مبين، بيخرج عن طريق الأورطة في عندي هون صمام مش واضح اللي هو الصمام سيميلونر، لكن سمينا الأورتك سيميلونر فالف، هون بيكون صموير هون مش مبين. وبالتالي إذا هذا الدم is ejected هي to all body tissues، tissues الموجودة في أعلى يعني أعلى من القلب، في على سبيل المثال في الترانك في الهيدز إلى آخره، وأيضا الدم الأنسجة الموجودة والأورجنز الموجودة below the heart. زي ما احنا شايفين هون صار في عندي ejection للoxygenated blood، وبالتالي إذا systemic circulation أو cycle the blood is carried to the rest of the body tissues، لكل التيشوز، ومن ثم البلد خلال هذه السيركت return from these tissues to the heart. أيوه بيرجع من هذه التيشوز from these tissues هي رجع إلى القلب. وهذا الدم العائد من الأنسجة سميناه venous blood. venous blood، بينما هذا البلد الموجود هون بنسميه systemic blood. So we have systemic blood and we have venous blood. فالvenous blood زي ما انتم شايفين هي رجع إلى the left side of the heart. Right side قصدك؟ Right. في سؤال؟ في أي شيء مش مفهوم هذا الإصطلاح؟ دكتور استفسار بسيط، هسه انت اول المحاضره حكيت انه الفين بترجع الدم للقلب بس بيكونش خالي من الاكسجين بشكل تمام، يعني بيكون فيه نسبه قليله. نعم. بعدين هون حكينا انه بيرجع منقوص الاكسجين كامل، يعني بيكون ولا نفس لا. المعنى انا راح هي كلمه دي اوكسجينيتد هي عباره عن ديسكريبشن للبلد الموجود في الفين، بنسميه فينس بلد. بكل الحالات هو دي اوكسجينيتد، لكن لا يعني هذا الكلام إنه the amount of oxygen in venous blood is zero. لا، هذا شو راح يبين معاك لاحقا، يعني راح تشوف إنه الهيموغلوبين يعني الهيموغلوبين يعني الدم العائد من الأنسجة إلى القلب وهو the venous blood the deoxygenated blood at rest 75% من الهيموغلوبين is still saturated with oxygen. تخيل. ولكن لو بتعمل مثلا انت تمارين رياضيه بتتحرك قاعد تركض او الى اخره، هذا الدم راح يحتوي ايضا على اكسجين، ولكن مش 75% من الهيموغلوبين will be saturated with oxygen. It will be مثلا 25% of hemoglobin is still saturated with oxygen. اذا حتى في حاله الاكسرسايز the blood that is returning back from tissues to the heart still contains amount of oxygen، ولكنه مش يعني 100% oxygen، راح يكون مثلا 20% 40%، ولكن لا يعني انه zero oxygen، لكن احنا نسميه deoxygenated blood. يعني بنقدر نحكي عن deoxygenated انه نسبة ثاني اكسيد الكربون بالدم اعلى من نسبة الاكسجين 100%. ما دامك يعني حكيت عن CO2 ايضا السيستميك بلاد في CO2 بس اقل من الاكسجين. ايوه لكن اقل بالضبط، يعني 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 السيستميك بلاد يحتوي على كربون دايوكسيد، يحتوي على اكسجين، كذلك الفينس بلاد يحتوي على اكسجين ويحتوي على كربون دايوكسيد، ولكن البرسنتج اوف ذيس تو غازز كومبليتلي ديفر بتوين السيستميك وبتوين الفينس. واضح؟ واضح؟ في سؤال ثاني؟ واضح. شكرا لك. العفو. في أسئلة ثانية؟ أكمل. إذا في أي سؤال، يعني أنا كل ما يعني أمشي اللي بيحب يقاطعني، إذا في سؤال في نقطة مش مفهومة يعني عادي يحكوا. نتحدث عن الكاردييك مصل. الكاردييك مصل
وبالتحديد نتحدث عن الكاردييك سيلز. الكاردييك سيلز ايش له اسم اخر؟ الكاردييك سيل، بدل ما احكي كاردييك سيل ممكن احكي كاردييك ايش؟ فايبر. نعم، اذا لما احكي كار يعني الليف العضليه هي عباره عن السيل، فهذه عباره عن فايبر وهذه فايبر، وهذا الشيء اخذته في السكليتال مصر. في هناك تشابه كبير ما بين الكاردييك فايبر والسكليتال مصل فايبر او السكليتال مصل فايبر، نعم، اللي هي الليف العضليه الهيكليه والليف القلبيه، كلاهما سيلندر ان شيب. في هناك ستريشن، مش داعي ندخل بهذه التفاصيل، وعرفتوا انه في عندي هناك ما يسمى الساركومير. الساركومير هي عبارة عن يعني functional units تحتوي على الأكتين والمايوسينز إلى آخره. هذه الفايبر السيل تحتوي، هي هذه سيل وهذه سيل وهذه سيل، مكبرين هذه السيل وشايفين شو محتوياتها. في عندي مايوفايبريل، هذه عبارة عن مايوفايبريل، هذه مايوفايبريل اللي فيها الساركومير وفيها الاسترياشن الاكتين والمايوسين الى اخره. من الميزات التي تميز الكاردييك سيل انها برانشت، فيها برانشينج، وايل السكليتال ماسل فايبر ما فيها برانشينج. يكون في عندي برانشينج، شو أهمية إنه يكون في عندي هناك برانشينج لا الفايبرز of heart؟ شو أهمية؟ surface area increase surface area. لا توزيع المواد، توزيع مش المواد، توزيع شيء ثاني مهم، الدم والنيوترون الضخ يعني بيكبر. لا لا لا، هذه فايبرز ما لها علاقة يعني يعني قصدك إذا صافي عندك هناك برانشينج بتكون الكونتراكتيليتي أعلى إلى آخره، ليس من الضروري، ليس من الضروري، ولكن أهمية البرانشينج إنه الكرنت that is created by specific cells of the heart. رح نتعرف على هذا الشيء كمان شوي. The heart has specific cells that are able to generate to create a current spontaneously. This current to be transmitted to all heart chambers almost at once بحاجة إلى many branching. يعني لو ما كان في عندي branching معناته the current will be transmitted from these cells to another just through one track. وبالتالي هذا مش راح يخلي مثلا الأذينين ينقبضوا معا. لما يكون في عندي branching صار في عندي many tracks many ways لهذا الكرنت، بتلو بتحرك بأكثر من مسار، وبالتالي الكرنت تصل إلى جميع أجزاء القلب تقريبا at once. وبالتالي يصير عندي هناك contraction للقلب almost as single unit. في عندي هناك إعاقة بسيطة راح أتعرف عليها ما بين انقباض الأذينين والبطينين، ولكن الأذينين لأن الخلايا المسؤولة عن عمل هذا الكرنت هي موجودة على الرايت أتريوم، وبالتالي هي بعيدة عن الليفت أتريوم. على الرغم من ذلك these two atria are contracted as single unit. This is why, because there is branching. Okay, في عندي branching، وبالتالي هذه البرانشينج تساهم ايضا بنقل التيار الكهربائي بشكل اوسع الى الجميع
الهارت مسلز، وبالتالي تنقبض هذه العضلات كوحدة واحدة. في عندي هون أيضا من الميزات الأخرى، في عندي ما يسمى intercalated discs. والintercalated discs هي نوعين، في عندي desmosomes وفي عندي gap junctions. الديزموزومز وظيفتها holding cells together during contraction relaxation. الكارديك cells remain contact together. This is because of the desmosomes. While gap junction is the channels, its holes. وبالتالي it allow the current, الاكشن بتنشر هو current, to move from one cells to the next. أيضا من الميزات الأخرى التي تميز غير البرانشينج، قلنا برانشينج مسل فايبر، قلنا في عندي intercalated discs، في عندي هناك الميتوكوندريا. تقريبا 30% of these cells volume بتكون occupied by mitochondria. This is an indication that these tissues are highly oxidative tissues. They need energy بشكل كبير جدا عن طريق ال oxidative phosphorylation technique أو process أو mechanism. عشان هيك فيها نسبة ال mitochondria فيها بتكون عالية. وإذا بدي أقارنها بالskeletal muscle أيضا the percentage of mitochondria in the heart tissues is more than that in skeletal muscle. يعني باعتقادي هذه أهم الميزات. في سلايد ثاني راح أتحدث عن هذه الأمور الأخرى اللي هي زي TTBUs مثلا، هيها هي من الميزات الأخرى تتحدث عنها، موجودة في الكارديك فايبرز. هي عبارة عن المايوفايبرل، هذه ليست فايبر، هذه مايوفايبرل. وزي ما أنتم شايفين في عندي هذه الاستريشن، الاي باند والاي باند والثين فيلمنت والثيك فيلمنتس. مش راح أطالبكم بهذه الأمور لأن هذه غطية بالسكليت المصل، راح تخذوها وراح تمتحنوا فيها أكيد بالسكريت المصر، هي مفهومة يعني. فلما يجيك أي سؤال على الآي باند والآي باند، هذه الزونز وهذه الأريا وهذه المسميات هي موجودة سواء في الهارت والسكريت المصر، هي موجودة. فأنت إذا درستها بالسكريت المصر مش داعي تدرسها في الهارت، عشان كده أنا مش راح أركز عليها كثيرا، راح أركز على بعض يعني الفيتشرز that distinguish الفايبرز of heart from skeletal muscle fibers. فهون في عندي من هذه الميزات في عندي ما يسمى التيتيبيولز، والتيتيبيولز أو ما يسمى transverse tubule، وهي عبارة عن extension للساركولما. ما هو الساركولما؟ الساركولما هو عبارة عن البلازم ممبرين، البلازم ممبرين that covers المصل fibers، بنسميه الساركولما يعني الغشاء العضلي، هو نفسه البلازم ممبرين ولكن احنا بنميزه لأننا نحكي عن عضلة من نحكي الساركولما. وبالتالي إذن التي تيبيولز هي عبارة عن transverse tubules and these tubules are extension للساركولما. They move deep into the myofibril زي ما أنتم شايفين، وهذا له دور مهم جدا لأنه الكرنت الذي يتكون في على الساركولما ينتقل إلى داخل المايوفايبريل عبر التي تيبيولز، وهذا مهم جدا لأنه هذا الكرنت الذي يدخل عبر التي تيبيولز يعمل على إخراج الكالسيوم الموجود بهذه الشبكات. فthese networks that surrounds التي تيبيولز بنسميها sarcoplasmic reticulum، وهي نفس الإندوبلازميك reticulum but because we are talking about muscles بنسميها sarcoplasmic reticulum. That these are sarcoplasmic reticulum. The TTBUs مهمة جدا. They convey
الكرنت from sarcolemma deep into the myofibril near this sarcoplasmic reticulum. And this current, as we will see later, will stimulate the calcium exit from these storage places, which is known as sarcoplasmic reticulum. راح نتحدث عن هذه في محاضرات قادمة. تالي إذن بهمني تعرف ما هو T-tubules. لما نتحدث في المحاضرات القادمة ونحكي T-tubules ونحكي عنه يعني in more details, بهمني تعرف ما هو T-tubules. تتصوره. أوكي؟ كيف وضعيته بالمايوفايبرل. إذن هذه أيضاً من الميزات التي تميز الكارديك فايبرز عن غيرها. أوكي. فيندي في الهارت فيندي two types of cells. فيندي ما يسمى autorhythmic cells, autorhythmicity. They are able or they can generate spontaneous current without any external changes. هذه الخلايا that can generate a current spontaneously نسميها autorhythmic cells. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو عبارة عن الكونتراكتايل سيلز اللي تونا كنا نحكي عنهم. هم هاي. هاي عبارة عن الكونتراكتايل سيلز. يعني المسلز of the heart. المسل of the heart. كونتراكتايل. So they can contract and relax. If they are stimulated, they contract. هاي معنى contractile cells. أنتم قابلية الانقباضية. So they are contractile cells. Contractile cells هي عبارة عن الهارت. Muscles. نرجع للautorhythmic cells. حكينا عبارة عن specialized cells that can create spontaneous current. هذا الكرنت هو عبارة عن pacemaker potential. Pacemaker potential. والخلايا that can generate such type of a current many types. ولكن the main one that determine the heart rate is sinoatrial node. This one. And this one is located at right atrium. وبالتحديد عند الانترانس of vena cava. هذا عبارة عن superior vena cava. Superior vena cava. فالjunctions between superior vena cava and right atrium. عند هذا الjunction في عندي مجموعة من الخلايا المتخصصة. Sinoatrial node or SA node. This is the main autorhythmic cells in the heart. These cells generate the action potential, سميناه pacemaker potential. They are able to create a current spontaneously by themselves without any external stimulation. ولكن إذا صار في عندي هناك مشكلة بالSA node, بتحل مكانها الـ AV node. في الوضع الطبيعي الـ AV node مش هي المسؤولة عن الجنريشن للـ pacemaker potential. الـ SA node هي المسؤولة. Because الـ SA node cells are the fastest one in generating الـ pacemaker potential. Because of that and because of other reasons you will know later, these cells are the main determinant of the heart rate. تالي هم عبارة عن المين autorhythmic cells في الهارت.
ولكن حكينا إذا صار في عندي مشاكل بالإسينود نعم. في ذلك الوقت الـ AV node اللي هي الـ atrioventricular node and this node is located at the junction between the right atrium and right ventricle موجودة على الـ base of right atrium. الـ AV node they can create pacemaker potential. They become the pacemaker. لكن when the SA node is completely destroyed. ولكن the AV node بهذه الحالة زي ما احنا شايفين the AV node they can generate 40 to 60 impulse per minute. While the SA node they can generate 100 impulse يعني current يعني pacemaker okay 100 per minute. ايضا اذا صار في عندي مشاكل بال AV node احيانا ال current ممكن يتكون the spontaneous current ممكن يتكون بهذه العضلات ولكن these 20 to 35 times per minute. They can create a current. They can create 20 to 35 currents per minute. وبالتالي بهذه الحالة ضربات القلب راح تكون أقل. بالتالي بحاجة إلى artificial pacemaker. بحاجة إلى generator. Okay. يسموه artificial pacemaker. اللي بيهمني تعرفه هون أحكي يا سارة. دكتور هدول بيشتغلوا مع بعض يعني الاس اي نود بتشتغل مع الاي في لا 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 الاس اي نود هي المسؤوله اذا مثلا صارت انسفيشنت بتيجي بدالها الاي في مش يعني احيانا راح هذا يبين معكم بعدين احيانا بيكون في عندك خلل ما اوكي مثلا في شيء بسموه ري انتري مش راح يعني نخوض بهذه التفاصيل ما بتهمنيش الان لما ناخذ الكارديوفاسكولار موديولز عندها راح نتحدث عن هذه الامور صراحه الان ما بتهمنيش لكن الاس اي نوت هي اللي تشتغل هي الوحيده اللي تشتغل اذا صار فيها خلل وما كان انت المقدره انها تشتغل نعم الاي في نود عندها راح تكون هي المسؤول عن الجنريشن او الجنريتنج للكرنت وبالتالي هي راح ديتيرمينز الهارت ريت وقلت لك احيانا لاسباب كثيره جدا احيانا فيسيولوجيه واحيانا باثولوجيكال كونديشنز بعض الخلايا الموجوده حتى في المسلز اوف فينتريكلز ذي جينيريت ا كرنت فاستر ذان الاس اي نود حتى لو كانت الاس اي نود طبيعيه وبالتالي بيكونوا هم الدومينانت وبالتالي هم بيصير في عندك لخبطه بعمل القلب ولكن اذا كان فيسيولوجي هذا يتلاشى واذا كان مرضي بده علاج الى اخره لكن أنا بحكي عن وضع طبيعي الآن المسؤول الرئيسي هو الاس اي نود ليش الاس اي نود؟ لأنه الاس اي نود is the fastest one that can create a current اللي هو البيسميكر وبالتالي هي تكون السائدة وهي التي تحدد الهارت ريت وبالتالي في عندي 100 امبلس 100 current في الدقيقة الواحدة معناته لازم يكون في عندي 100 نبضة بس أنا في الواقع ما في عندي 100 نبضة أنا في عندي 70 80 ليش 100 طيب ليش ما كانوا 100 كون الـ SA node they can fires 100 times per minute so why we don't have 100 beats per minute ممكن في عشان we don't have 100 period نعم لأن هي إيش يعني ما لا 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 ما له علاقه بالفراكتر بيريود بيكون في ديلي بالامبلس بيكون في عندي ديلي بالاي في نود وبالتالي الاتريا والفنتريكلز دي كونتراكت مش سيميلتينيسلي في هناك جاب بين بالضبط لا بس ما لا ليش 100 ليش ما كان عندي 100 بيتس
الاس اي نود اذا كانت لوحدها بتشتغل وبتغرد لوحدها اوكي بدون اي مؤثر خارجي تعطيك 100 كارنت وبالتالي 100 نبضة. وبالتالي لو شلت القلب وحطيته ان فيترو نعم راح يكون في عندك هناك 100 بيتس بير مينيت، لكن في داخل الجسم في عندي هناك اعصاب تؤثر على الاس اي نود الاوتونوميك نيرفوس سيستم. ففي حاله الريست الباراسمباثيك از دومينيتد، بيكون دومينانس الباراسمباثيك بتعمل انهيبيشن فبتاثر على الاس اي نود وما بتخليها تعمل 100 امبلس بير مينيت، بتخليها تعمل 80 امبلس، بالتالي بيكون في عندي هناك 80 نبضه. احنا لما حكيت 100 انا بحكي عن الاس اي نود، هذا النيتشر تاعها بدون اي مؤثر خارجي. واضح؟ في دنيا رفعت ايدك، تحكي يا دنيا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. بس كنت بدي اسال انه هسه هذول النوع من الخلايا بيكون انه يعني وذن ذا تشو، يعني بيكون انه ولا بيكون ظاهر يعني انه ولا انت يعني مثلا ما بتقدر تشوفه غير لما من خلال الميكروسكوب، ولا بيكون ظاهر هيك يعني تفاصيل ظاهره يعني ممكن يكون يعني انك تشوفي بعين المجرد قد يعني يكون صعب، لكن ممكن يكون في عندك هناك يعني بعض الازنوب ظاهر ازنوب، يعني ممكن يكون مبين ازنوب، ولكن هو بالعاده هي خلايا بتكون موجوده ضمن التشغل الظهر. It is not easy to distinguish، ولكن هذا هو مكانها وهي very specific يعني هذا المجال اللي هو عباره عن الكرنت جينيريتنج without any يعني changes. اوكي، لكن ليس من ضمنها تكون فعلا structures ممكن يعني تلاحظ 100%. اوكي شكرا دكتور. يعطيك العافيه دكتور. شو اختصرت المحاضره عندكم؟ دكتور بالسؤال، شو بفرق الهارت ريت عن كونتراكتايل سيل؟ مش هي نفس الانقباض، انقباض عضلات القلب مش نفسه اللي هو النبض، ولا بيختلفوا عن بعض؟ طبعا كل نبضه هي عباره عن بيت معي. معك دكتور، معك. كل نبضه هي عباره عن ريت، عن بيت، عفوا عن بيت. فلما يكون في عندك مثلا 70 بيت معناته كان في عندك 70 مثلا كونتراكشن للفنتريكلز، بالتالي الكونتراكشن هي نفس البيت ونفس الهارت ريت راح تكون. اوكي تمام دكتور، تمام. اوكي، في اسئله ثانيه؟ هي المحاضره بتنتهي وقديش بالعاده؟ ونص دكتور. وهذا ونص دكتور. واحد ونص. اوكي. نشوف اوكي. اذا ال بيس ميكر بوتنشال تكون بالاس اي نود هون. الان بده ينتشر من الاس اي نود إلى الآتريا زي ما أنتم شايفين، ومن الآتريا ريجن إلى الفنتريكلز. ففي عندي ما يسمى الكوندكشن سيستم. الكوندكشن سيستم هي عبارة، أحكيهم بشكل سريع جداً على هذا السلايد، اللي هم الـ AV node، الـ His bundle، بعدين Right Left bundle branches، بعدين في عندي الـ Purkinje fibers. فإذاً AV node، الاتريوفنتريكولار نود، بعد عندي الهيز باندل او ما تسمى بالاتريوفنتريكولار باندل، نفس الشيء اتريوفنتريكولار باندلز اور هيز باندل، ذن الAV باندل برانشز انتو تو برانشينج،
الرايت والليفت باندل برانشز، بعدين في عندي البيركنجي فايبرز. فإذا حكينا إنه الإس إيه نود جينيريت البيس ميكر بوتنشال، then this current is spreading across the atrial surfaces in the many bundles, many branches. نتعرف عليها لاحقا شو اسمائها، مش راح ادخل باسمائها. بناخذ الكارديوفاسكولار سيستم زي ما حكيت في السنه الثانيه راح نتحدث عن هذه الباثويز اوكي وشو اسمائها، لكن بهمني تعرف انه في عندهم many branches that will spread the current في الاس اي نود الى الاتريا. برضو هذه التايمز ما بتهمني تحفظوها صراحة. فبينتقل الكرنت بشكل سريع جدا إلى الاتريال تيشوز، وبالتالي الاتريال كونتراكشن بيجينز. بصير في عندي سبريدنج بشكل طبعا سريع within millisecond، بصير في عندي سبريدنج للاكشن potential اللي سميناه البيس ميكر potential which is generated spontaneously بالاس اي نود، ينتشر الى جميع اجزاء الاتريا. Once this current is completely spread to all this area بصير في عندي هناك contraction للاتريا. ما بصير في عندي انتقال لهذا الكرنت بشكل سريع من الاتريا الى الفنتريكلز. ليش؟ لانه في عندي هون منطقه الصمامات، هذه منطقه غير موصله للتيار الكهربائي، غير موصله للتيار الكهربائي، وبالتالي لكي ينتقل التيار الكهربائي الذي تولد بالاس اي نود إلى الventricles لابد من specific conducting system. هذا السيستم بدايته هي عبارة عن الـ AV، فالـ AV تعمل على نقل التيار من الآتريا إلى الventricles، ولكن مش بشكل سريع. There is a delay for current spreading. هذا الديلي أين يحدث؟ يحدث بالـ AV node. شو أهميته؟ شو أهمية هذا الديلي؟ عشان يخلي الاتريا تعمل contract قبل الventricles. عشان تفضل البلود كله بالventricles. 100%. So فريق كافيين. Exactly. So the importance of this delay, إنه هذا delay will allow the ventricles, sorry, this will allow the atria to contract completely before ventricular contractions. وبالتالي this will give the atria times to empty completely. فبتفرغ بشكل كامل. بصير عندي تفريغ بشكل كامل. وراح تعرفوا لما نتحدث عن الكارديك سايكل انه الاتريال كونتراكشن هو فقط مسؤول عن امتلاء البطين، ولكن مش بشكل كبير. امتلاء البطين يحدث passively without atrial contraction، ولكن الاتريال contraction مسؤول عن الامتلاء النهائي والكامل للventricles. فبصير في هناك contraction تقريبا بيكون البطين مليء بالدم
75% passively، ولكن ال 25% extra filling is attributed by atrial contraction. This means that atrial contraction, it's very important in complete filling. During rest, if the atrial contraction is not normal, this will not affect the person activity. ولكن إذا بتعمل أنت exercise وكان في عندك مشاكل في الاتريال contraction، ساعتها راح تشعر إنه في عندك يعني ضعف بالاكتيف بنشاطك. السبب إنه ما صار في عندي امتلاء كامل. الامتلاء الكامل مسؤول عنه الاتريال، ولكن الاتريال مسؤول عن فقط 25-20% من الاتريال من الventricular filling. 75-80% of ventricular filling is occur passively, means without atrial contraction. Okay. بالتالي إذا الاتريال contraction هو بيعمل complete filling إذا صار عندي هناك انقباض، وهذا يحدث بنهاية الفيلينج، وهذا الشيء كله راح يتضح ونتحدث عن الكارديك سايكل. دكتور، يعني هسه هذا الإشي هو سبب ضعف عضلة القلب عند بعض الناس؟ لا ما له علاقة. لا أنت الآن إذا كنت في حالة الريست وكان في عندك يعني abnormality في الاتريال contraction، فالعشرين بالمية المسؤول عنهم انقباض الأذين مش رح يتموا بشكل صحيح، لأنه في عندك هناك مثلاً يعني مشاكل بانقباض، يعني في عندك مثلا انقباضات سريعه له، يعني انقباضات بدون فائده لا ينجم عنها امتلاء مثلا على سبيل المثال. فاذا صار في عندك يعني abnormality في الاتريال contraction، مش راح يكون في عندي 100% filling للventricle، راح يكون فقط عندي 75-80% filling. بالتالي في حالة الراحة الـ 75-80% أوكي اللي صار لهم امتلاء passively، هذول كافيات إنه شخص يظلوا شاعر براحة ما في عنده أي مشاكل. ولكن هذا النقص اللي حدث نتيجة الاتريال contraction راح تلاحظه أثناء التمارين الرياضية، لأنه أنت أثناء مثلاً الاكتيفيتي بدك complete filling، بدك 100% filling. فإذا كان في عندك مشاكل في الاتريال contraction، هذه ممكن تلاحظها أثناء الاكتيفيتي مش أثناء الريست. لكن ليس من إذا تعب الواحد بالإكسرسايز لا يعني ذلك إنه في عنده مشاكل في الاتريال contractility. لا، ما يعني بكون مش fit، مش متعود على الرياضة، 100 سبب وسبب. لكن المسج اللي حبيت أوصلها لكم إنه الاتريال contraction مش هو المسؤول الرئيسي عن الventricular filling، لأنه الventricular filling 75-80% of ventricular filling تحدث passively without atrial contraction. الاتريال contraction فقط مسؤول عن الامتلاء الكامل، مسؤول عن فقط ضخ 20-25% من الدم الموجود فيه إلى البطين، بينما 75-80% من الدم الموجود في البطين ينتقل passively. واضح؟ بالتالي الانقباض هو مهم، لكن الأهمية لانقباض الأذين هذه بتكون أثناء الactivities. أثناء الرسمة بيكون هناك أي خلل أو أي مشاكل. بالتالي إذا ينتشر التيار الكهربائي إلى أجزاء الآتريا، بصير في عندي هناك contraction للآتريا، وبعدين بعد أجزاء من الثامسة في عندي انقباض للventricles. And this is because the current that is created in SA node صار له delay بالAV node. بالتالي إذا الديلي في الAV node أهميته زي ما حكيته، إنه حتى يصير في عندي هناك complete filling.
This delay gives a time for complete filling. This gives a time for atria to contract before ventricular contraction begins. لكن هذه الفائدة ولكن ما هي الأسباب التي أدت إلى الديلي؟ الأدفانتج، البنفيتس حكينا عنها. لكن سؤال الثاني الكوزز of this delay. ما هي الكوزز لهذه الديلي؟ يعني هذا خليه لكم فكروا فيه بس يعني انتم فكروا فيه ممكن يعني نناقشوا فيه المحاضرة القادمة، يعني خذوا as a homework يعني فكروا فيه. من طبعا الـ AV node ينتقل التيار عبر الـ atrioventricular bundles ومن ثم عبر السبتم وبالتحديد عبر الـ right والـ left bundle branches ينتقل التيار الكهربائي باتجاه الـ apex. هذا هو عبارة عن الـ apical regions of the heart. This is the base بالمناسبة، هذه القاعدة، يعني الآتريا هي البيس بينما هذا الجزء هو عبارة عن الأيباكس الأبيكال ريجنز. فتنتقل باتجاه الأيباكس هذه الكرنت ومن ثم عبر البيركنجي فايبرز تنتقل بشكل سريع جدا. التيار الكهربائي سرعته بتكون أكثر إشي في البيركنجي فايبرز، بتكون سريعة جدا، وهذا إشي مهم جدا لأنه في عندي هناك مصلز، بالتالي لازم أغطي المصلز بشكل سريع جدا مع بعض البعض بحيث تنقبض هذه الحجرات الفنتريكلز مع بعض البعض. بالتالي أسرع يعني سرعة التيار الكهربائي بتكون أسرع إشي وين؟ بتكون في البيركنجي فايبرز. ليش؟ many gap junctions. حكينا قبل شوي قلنا في عندي gap junctions من عبارة عن channels، عبارة عن holes through which the current is moving from one cells to another. Also, the diameter of muscle fibers in these areas بتكون الـ diameter بتكون larger. So large diameter, many gap junctions. وبالتالي الـ conduction of action potential بيكون very fast. So the current velocity بتكون higher بالبيركنجي fibers compared to another fibers. واضح؟ دكتور بس ممكن لو سمحت تعيد بتاعت الـ gap junctions، ما فهمتش ليش لما يكون في عنا gap junctions بتكون أسرع؟ لأنه ما هي الـ gap junction؟ الـ gap junction عبارة عن channels، عبارة عن holes، ثقوب تصل موجودة بين الفايبرز. وبالتالي في عندك many ways many pathways للكرنت يتحرك خلالها، فهذا يسرع. لأنه إذا ما كان في عندك يعني تخيل في عندك مثلا two fibers connected with each other، في عندك fiber one في عندك fiber two وبيناتهم في عندك الـ gap junction هو عبارة عن ثقوب. تخيل كان في عندك مثلا ثقبين، راح يصير في عندي انتقال للتيار الكهربائي خلال هذول الثقبين فقط. لو كان في عندك 100 ثقب حركة التيار الكهربائي من واحد إلى اثنين راح تكون أسرع، وبالتالي less resistance مقاومة أقل معناته velocity أعلى، عشان هيك بتصير في عندي انتشار للتيار الكهربائي بشكل أكبر. واضح يا جماعة؟ أنا راح أتوقف هون. المحاضرة القادمة لأن هذا موضوع جديد راح أتحدث عن الـ الـ عن الكرنت، كيف بصير عندي كرنت، كيف بصير عندي